تصريحات ايضا اللي خرجت امبارح من المسؤولين في الانديه كان التصريح الخاص بامير مرتضى منصور. تابعنا مع حضراتكم بعد المباراه، كان في لقاء مع امير مرتضى، ولكن كل كلمه بتكون ما بين السطور مهمه جدا، لان الناس بتكون عايزه تعرف هو يقصد ايه ولا بيتكلم عن مين. قال ان هناك لاعب في الزمالك هرب من مباراه القمه، وقال امير مرتضى المشرف العام على الكوره بالنادي ان الفريق لن يقف على اي لاعب خاصه من يتهرب من المباريات. قال امير اللي بيهرب من المباريات مش هنبكي عليه. طارق حامد طلب السفر لمدة أسبوع، ولحد دلوقتي دخلنا في 50 يوم. بعد الأسبوع الأول اعتبرناه متغيب وهيخضع للتحقيق. تيجي تشوف الجانب الآخر، طارق حامد تلاقيه بيصور الشهادة اللي هو طلب فيها ان هو يخرج او يسافر من النادي بموافقة النادي، ولكن طبعا كان محدد ميعاد، ولكن ساب الموضوع مفتوح. يعني هو قال ان هو عايز ياخد الباسبور بتاعه ويسافر من يوم كذا، وساب الموضوع مفتوح وقال لما ارجع او لما احتاج ان طبعا يعني اخلص العلاج بتاعي هيكون في تواصل ما بيني وما بين مجلس الاداره او ما بيني وما بين المديرين طبعا الفنيين اللي موجودين في النادي او الجهاز الفني او. طب ده بياكد ايه؟ بياكد انه طارق حامد بياكد انه نيته سليمه. طارق حامد بيأكد أنا سافرت واخد إذن الإدارة واخد إذن الجهاز الفني. مجلس الإدارة واضح أنه كان مدي مهلة لطارق حامد أن هو يتحرك فيها، بمعنى سافر اتعالج واخد موافقتنا، احنا موافقين ادينا لك باسبورك. بس هل ده معناه أنك تغيب كل ده؟ هل ده معناه أن ما يكونش فيه تواصل أو ما يكونش فيه وقت واضح وصريح أنك هترجع فيه؟ هل ده معناه أن جمهور الزمالك يفضل بقى نقعد نقول كده ايه، يفضل يفكر ودماغه تروح وتيجي؟ هو طارق حامد مشي؟ هو طارق حامد مش ناوي يجدد للزمالك؟ وانت ماشي في الشارع كده بتلاقي الناس اللي هي بتعشق الكوره قوي، سواء اذا كان من قطبي الكوره المصريه اهلي وزمالك، اي لاعب مهم في الفريقين دول تلاقي الجمهور بيسال عليه، تلاقي وانت ماشي الجمهور بيجي يسالك على فكره، يقول لك ما تعرفش فلان هيجدد ولا ما تعرفش بن شرقي مكمل ولا لا. يعني الفكره نفسها في فكره اللاعب اللي فيه اسئله مش واضحه كتيره حواليه بتاذي اللاعب، بتاذي مكانته عند الجمهور، بتوتر علاقته بمجلس الاداره، وفي نفس التوقيت برضه بتزعل الجمهور منه. هو ده اللي بنتكلم عليه دايما، العلاقات الغير واضحه بتنتج عنها النتيجه اللي احنا شايفينها مع حضراتكم. نفس الكلام اتكلمنا فيه عن لاعب تاني امبارح، اتكلمنا على فكره انه لاعب متغيب، لا مصاب، لا مش عايز يقعد دكه احتياطي لزمايله. نفس الكلام، الامور اللي مش واضحه دي بتعمل حاله من الاثاره والجدل. بنتمنى ان يكون في وضوح وصراحه من طارق حامد مع مجلس الاداره ومن الجهاز الفني معاه ايضا، علشان الامور تبقى واضحه بالنسبه لطارق، بالنسبه للجهاز الفني، وبالنسبه لجمهور الزمالك بالتاكيد. طبعا يعني طارق واحد من نجوم نادي الزمالك يعني، ولكن ممكن يكون اللي بيحصل دلوقتي بيبين ان طارق حامد ممكن يكون مش هيستكمل مشواره داخل نادي الزمالك. هنشوف الايام اللي جايه يكون الموضوع ماشي ازاي.